هذا النوع من الحكم الكوني القدري يشرع فيه وجوبا واستحبابا أخذ الأسباب المباحة والمشروعة. فمن ابتلى وجوبا واستحبابا ساعة يبقى واجب ساعة يبقى مستحب، أو ساعة يبقى مقولنا الأسباب المباحة كجملة يبقى ما بين الوجوب والاستحباب. فمن ابتلاه الله بقدر الجوع دفعه بقدر من الأكل، بس يكون أكل إيه؟ حلال. إلا لو وصلت للاضطرار تاكل المحرم ومبيبقاش في حقك ايه؟ محرم. انت جعان وانت صايم في رمضان ما تاخدش سبب الاكل لان ده سبب ايه؟ محرم، ولا سبب الشرب عشان انت عطشان. مش هقول لك انا واحد اصل انا بتعب من الصيام. طب ما هو ده متوقع، هو انت بتصوم عشان تبقى مش حاسس؟ واحد يعني نفسه تتوق الى الطعام والشراب وما وصلش لدرجه الاضطرار يقوم ياخد رشوه ياكل ربا، يقول لك اعمل ايه؟ يبقى انت عشان كده قلنا قيدناها وقلنا يشرع وجوبا واستحبابا اخذ الاسباب الايه؟ المباحه والمشروعه. فمن ابتلاه الله بقدر الجوع دفعه بقدر من الاكل، ومن ابتلاه الله بقدر العطش فر منه الى قدر من الشرب، يعني الشرب بقدر والاكل بقدر. نعم، افر من قدر الله الى قدر الله. من اصابه قدر من المرض نازعه بقدر من التداوي، طالما ان فيه إمكانية للتداوي. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأدوية التي يتداوى بها، فقيل يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها؟ يعني اللي يجيله كذا ما يأكلش كذا، اللي يجيله كذا يمتنع من كذا. نقول لك بطل أكل الدهون، بطل اكل اللحمه كتير، ما تاكلش عشان انت عندك نقرص، عندك فشل كلوي، ما تاكلش بروتينات وهكذا. وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الالباني. ومن ذلك قول عمر لابي عبيده لما قال له في الطاعون اتفر من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله. رواه البخاري ومسلم. عمر رضي الله عنه لما عزم على زيارة الشام قبل أن يدخل الشام وهو بالجابية على مسافة من الشام علم بنزول الطاعون إلى في البلاد، فاستشار الناس في الرجوع، اختلفوا عليه المهاجرين والأنصار. مشيخة قريش اتفقوا على أن يرجع، خش على بلد الطاعون ولا ما يخشش. فأبو عبيدة قال له هو قائد الجيوش اللي مستني إن عمر رضي الله عنه إيه هيدخل إلى الناس في الشام، فقال أتفر من قدر الله؟ فقال لو غيرك قالها أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولذلك لما جاء عبد الرحمن عوف وقال عندي من ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. أهو ده بقى هتستسلم لقدر الله، لأن مش مشروع أنك أنت تخرج بره البلد، سبب غير مشروع. وإذا وقع ولستم فيها فلا تدخلوا عليها. من هذا ما فعله يوسف عليه السلام، فحين أصابه قدر من الظلم بالسجن شرع في دفعه بقدر آخر، هو طلب الشفاعة العادلة لدى الملك الذي أقدره الله على أن يرفع الظلم عنه. ويتأكد أخذ هذه الأسباب، أخذ الأسباب في هذا النوع من الحكم الكوني القدري إذا كان في الذي تفر إليه طاعة لله وعبودية محبوبة له. يعني واحد اتحبس ظلما يقدم طلب عفو وخلاص، ثم عمل المحامين وكده والحكم ثبت عليه، عمل كل الأسباب اللي في الأول، طلب عفو وهو هيخرج يبر والديه، يا يعمر المساجد، يدعو إلى الله، يتعلم العلم النافع، يا يعني يتكسب الكسب الحلال عشان يتزوج مثلا، عشان يعمل اي حاجه فيها طاعه لله سبحانه وتعالى. قد يكون واجبا ان ياخذ بالاسباب، فمن ترك نفسه للجوع حتى هلك مع قدرته على الاكل كان اثما، فضل ان هو يسيب نفسه لغايه ما يموت. يعني هل يجوز ان انا اترك الطعام والشراب حتى اموت؟ يتراضى عن مظلوم مثلا، هيبقى كده سبب غير مشروع. اضرب عن الطعام اذا كان منظر ماشي، يعني كان زمان يعني يقولوا عن اعلنوا اضرب عن الطعام وهم في اكل ايه مخبيينه بياكلوه، ماشي كده. ولكن في ناس بتضرب عن الطعام لغايه ما تموت فعلا، يكون قد قتل نفسه بجهله. بل هو المرحله اللي هيوصل فيها للعجز عن القيام في الصلاه هيبقى اثم،
يعني هو هيفضل ممتنع من الاكل لغايه ما يوصل لمرحله مش قادر يقف، وانت واجب عليك ايه؟ تقف في الصلاه، وفيها سبب يخليك تقف انك تاكل وتشرب، يلزمك ان تاكل بذلك. حتى لو محرم الواجب. يعني لو هو واصل الى درجه ان هو خلاص مخمصه يوشك ان يهلك، خايف من الامر ده، يجب عليه ان ياكل. ومن ترك اولاده بلا نفقه وهو قادر على الكسب بزعم التسليم بالقدر كان آثما، مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول.